عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيبي متابعين عائلة أم زياد؟ النهاردة هعمل معاكم فيديو جديد خالص خالص. هنعمل معاكم بقى طريقة السمك ازاي وعمال طريقة السمك ازاي. فيديو جديد خالص، هنعمل السمك بقى بحلاوته وجماله، ونقلي معاكم السمك ونشوف السمك بتعمل ازاي. ده سمك تونة، هنشوفه بتعمل معانا ازاي. بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو نعمل معاك السمك وننظف السمك. طبعا انا السمك ده كان عندي في التلاجة متجمد، طبعا هو بس انا سايباه في القهوة. هننظفه مع بعض. بس قبل ما نبدأ نعمل اي حاجة في فيديونا الجميل، بشكر كل متابعيني على الكلام الجميل، بشكركم كتير والله كتير، تسلمولي على كلامكم الحلو. ونبدأ مع بعض الفيديو. وشكر كل متابعيني ومتابعين يوميات عائلة أم زياد، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا نزر الجرس، واللي أول مرة يخش عندنا ما ينساش يعمل لنا اشتراك في القناة وفعلوا نزر الجرس وتعملوا لنا لايك عشان تقولوا لنا ايه رأيكم ويوصل لكم كل جديد. قبل ما نبدأ يلا بينا نبدأ بقى نشوف الدنيا هيعمل ايه معانا. سمك اهوت، سمك تونة، سمك تونة بسم الله ما شاء الله. هو بقى شوية بس ان شاء الله هنعمله مع بعض. السمك طبعا بننضفه، هننضفه ليه هو لسه ما نضفتوش، هنمسكه ننضفه ونتبله ونوريكم نقليه ازاي. طبعا هو السمكة كبيرة زي ما انتم شايفين حجمها، جيت انا اصلا ما بحبش حاجات برضو كبيرة في الحاجات ديت، بس انا ما لقيتش اصغر من كده عشان اجيبه. ممكن تعملي صينيه لو انت حابه، وممكن نعمله مع بعض نقليه. نقليه برضو بيبقى جميل زي ما انتم شايفين معانا اهوت. لسه هنغسله وننضفه بقى طبعا مع بعض، ونوريكم ازاي نضفناه، ونوريكم ازاي هنتبله ونعمله التتبيله بتاعته ونسيبه فيها. يلا مع بعض بقى نشوف هننضفه ازاي. طبعا هننضفه وارجع لكم عشان ما ياخدش وقت معاكم كتير. زي ما انتم شايفين معانا اهوت ده نضفنا السمك اهوت وقطعته، نضفته وقطعته زي ما انتم شايفين معانا متنضف اهوت وقطعته. والكبيره قطعتها اتنين، الكبيره قطعناها اتنين اهيت. ونضفناه هو السمك وحطينا عليه خل، بننقعه بقى في ميه، بننقعه في الخل شويه، بننقعه بقى في الخل شويه علشان يبقى حلو، ولو في اي دم بينزل تاني ميبقاش في اي دم خالص. ونبدا بقى نعمل له الخلطه بتاعته اللي هي عباره عن الثوم والفلفل او شطه لو عندك، والليمون، ونحط البهارات عليها ونحط له بقى الخلطة بتاعته. نسيبه مثلا التتبيلة ساعة اتنين، وقت ما تسيبه لحد ما ياخد من طعم التتبيلة ويبقى طعمه جميل. نشوف مع بعض التتبيلة هنعملها ازاي. وادي التتبيلة بتاعته عملناها هي، نبدأ نتبل بيها. وادي معانا الليمون بقى، هنعصر عليه ليمون طبعا، كل ما تديله ليمون كتير يبقى احلى. ونحط طبعا انا صفيته من المية اللي كانت فيه عشان كانت فيه مية، طبعا انا مش عارفه اصفيها، صفيه برضو عشان انا ماسكه ايدي التليفون، فانا هصفيه تاني وهبدا بقى اتبله واحط عليه خل تاني عشان برضو الخل بيخليه طعمه حلو. ونتبله بالتتبيله بتاعتنا ونوريكم عين. ودي معانا اهو تبلناه، وشايفين انا حطيت في قلبه التتبيله اهوت، التتبيله هشيل التتبيله، عصرت عليه ليمون تاني وحطيت عليه خل، ونقوم بقى حاطين عليه رشه ملح. رشة الملح دي بتخليه طعمه حلو، بهارات يعني برضو كده. واسيبها بقى كده انا بنقعه ساعتين، يعني انا مثلا عامله الصبح هعمله بقى مثلا على الساعة 3 الساعة 4 على الغدا. يفضل بقى كام ساعة في التتبيلة بتاعته، بياخد منها فايدتها ويبقى طعمه جميل طبعا، ويبقى حلاوته فيها طبعا. وان شاء الله نكمل معاكم ونقليه بقى اهوت. انا تبلته دلوقتي هنوريه بقى نقبله نقليه ازاي بطريقة حلوة وجميلة برضو. ونعمل بقى جنبه الرز السمك، الرز اللي هو ببصل طعمه خطير، وطبق السلطة المحير الكل الطعم الجميل بتاعه. ونشوف بقى مع بعض نكمل معاكم بقية الغدا النهاردة وان شاء الله. يلا السمك اهو بعد ما تبلناه نبدأ نقليه بقى مع بعض. نعمل بقى الحاجة، نعمل الرز، حط جبنة بصلاية اهي، معانا بصلاية اهي 12،
خرطناها، ونبدأ بقى نعمل الرز البصل بتاعنا الجميل، اللي هو الرز البصل اللي هو الصيادية، بيبقى جميل جدا. ولأولادنا كلهم طبعا السمك لازم جنبه رز البصل. بنحمر بقى البصلة ونشوحها مع بعض، بس بنخليها تحمر خالص، البصلة لازم تحمر معانا. ونبدأ نقلي السمك مع بعض. انا قلت اعمل الرز الاول، نشوح البصلة معانا، ما انتوا شايفين بصلة بنحرطها ونعملها رز، بس بقى بنتبلها معانا تتبيلة حلوة جدا، يعني نخليها بسفرة، الصفار بتاعها بيبقى غامق شوية طبعا عن اي تقلية بتعمليها، عشان بتدي الرز شكله جميل كده. نغسل مع بعض الرز على من ايه طبعا بس هنحمرها معاكم، هنحمرها ونرجع لكم نوريكم شكلها عاملة ازاي عشان متقولش عليكم. ادي معانا البصلة اهي، شايفين عاملة ازاي، بدأت تصفر خالص اهي، اهي البصلة. انا بسيبها كمان شويه تتبل، يعني تصفر كمان شويه، تحمر كمان شويه، ما تحمر كمان بتخلي الرز طعمه حلو، ومن ناحيه تانية برضو بتخليه لونه، يعني لونه حلو، مش بيبقى لونه الابيض، لا لونه مصفر شويه، لون البصل لون. لو عندك كاري حطي عليه مفيش مشكله، وانا بس انا ما عنديش، بخلي بقى البصله صفرة، وما دايما بحط يعني ما بحطش بهارات عليه اللي هي تصفر تغير طعم الرز، انا بحب اصفرها كده. واقوم حاطه عليها الرز بقى، طبعا انا غسله معايا الرز وحطه عليه. طبعا انا حطيت الرز اهوت وقلبته معانا، وطبعا ما تقولوش هو البصل اتحرق، لا ما اتحرقتش ولا حاجه، ده بس هي انا بحبها حمراء طيب عشان تدي طعم اللون البصل. حط طبعا البهارات عليها، الملح والفلفل والكمون، كلها بهارات محوجه بملح وفلفل، انا بحطها عليها ريحه حلوه برده، مش ملح بس الابيض، لا نحط كل البهارات دي على الرز ونزيده بقى، ونوريكم معانا هو عامل شكله ايه. طبعا زدته معاك اهوت اهو، هسيبه بقى يستوي، يتشرب ويستوي خلاص، مش هاخد وقت، خلاص كده تمام معانا، وظبطته ملح تمام، هنسيبه بقى يستوي معانا ونبدا نقلي السمك. طبعا الزيت اهوت بدا يسخن معانا، هنبدا بقى نحط قليه السمك ونشوف حلاوته بقى وجماله وقرمشته وهو طالع من الصينيه، بتبقى جميل جدا. ونعمل طبعا احلى طبق سلطه، ونقولكم طبعا السلطه وفوائدها الجميله. طبعا ادي نبدا بسم الله اهوت معانا، طبعا انا كنت نعم تسجيل انا مريالكم اهو معانا، نقليه ونرجع لكم عشان ما نطولش عليك. ادي جماله اهو، ادي السمك اهو جماله بعد ما انقلى. طب انا عايزه اقول لكم فايده حلوه قوي يا جماعه في تقليه السمك، طبعا السمك بيعمل دخنه ويعمل قلبان في الشقه ويخلي نفس الشقه قلبان، لا طبعا ممكن ما تخليش الشقه، ممكن تحطي نص ليمونه، نص ليمونه في قلب الزيت، نص ليمونه في قلب الزيت وانت بتقلي، بيشد ريحه الدخان، بيشد ريحه الزفاره، ريحه اي حاجه بجد، بيخليها ما فيش اي دخان قدامك ولا تحسي ان انت بتقلي سمك اصلا. جربيها وتبقى حلوه ان شاء الله. ونطلع بقى مع بعض السمك عشان ما نطولش عليكم، ونوريكم عملنا ايه. زي ما انتم شايفين معانا ادي السمك اهو خلص معانا، وادي الرز خلص معانا، هنعمل السلطه ونوريكم حلاوه السلطه شكلها ازاي. وادي طبق السلطه بفوائده وجماله، كلنا طبعا عارفين فوائد طبق السلطه مفيش زيه بعد كده. وادي خلصنا السمك، وادي معانا الرز، وادي الرز خلص الحمد لله، ادي اكلنا جاهز خلاص، هنغرف الرز وخلاص. يا رب يكون الفيديو النهارده بتاعنا عجبكم، طريقه عمل السمك وطريقته وكل فوائده السمك التونه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا لنا زر الجرس وتعملوا لنا لايكات، واشكر كل متابعيني وكل حبايب عائله ام زياد، بشكركم كتير كتير، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد واحلى فيديوهاتنا وكل حاجة، دايما متابعينا دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.